رئيس مجلس القيادة الرئاسي يعزي بوفاة مدير أمن محافظة لحج اللواء صالح السيد. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يجدد التزام المجلس بهدف إحياء السلام واستعادة مؤسسات الدولة. اللواء الزبيدي وسفير الإمارات يستعرضان جهود إحلال السلام. بحضور وزير الكهرباء ووزير الصحة ومحافظ حضرموت يدشنان حملة الرش الضبابي عقب المنخفض الجوي. محافظ حضرموت يبحث الترتيبات لتدشين النسخة الثانية من برنامج نبض السعودية التطوعي لإجراء عمليات القلب.